بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلومات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا من الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ إلى آخر الحديث. ثم يقول الإمام النووي: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، أي 40 شخصا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الحديث متفق عليه. والباب كما تعلمون أيها الإخوة هو باب الرجاء، وقد أطال الإمام النووي كثيرا في هذا الباب، وحشد له أحاديث كثيرة وكلها في الصحاح. الحديث الأول الذي قرأناه الآن يرويه مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي إلا جعلهم الله عز وجل شفعاء له. وسبق أن أوضحنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشركون بالله شيئا، أو لا يشرك بالله شيئا، في الأسبوع الماضي والذي قبله. وقد عرفنا أن معنى هذه الكلمة لا يتمثل في قول لا إله إلا الله فقط، بحيث يتصور الإنسان أنه ليس ممن يشرك بالله شيئا إذا كان يردد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. عرفنا أن معنى قولنا فلان لا يشرك بالله شيئا أنه يؤمن إيمانا جازما، ويعتقد عقيدة قاطعة ألا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا توجد أي فاعلية في الكون إلا
لله عز وجل، يجزم بهذا يقينا، ثم يجعل سلوكه متطابقا مع يقينه هذا. هذا هو الذي لا يشرك بالله شيئا. فيقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي لا يخرج في جنازة هذا الإنسان الذي مات مسلما، لا يخرج في جنازته 40 رجلا فما فوق، وهم ممن لا يشركون بالله شيئا كما قلنا، إلا جعلهم الله عز وجل شفعاء له، أن يغفر الله له بشفاعتهم، يدخله في شفاعتهم مهما كانت له آثام، ومهما كان مسرفا على نفسه، ومهما كان مقصرا في جنب الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا يشكل سببا من أسباب استحباب الخروج في جنازة الإنسان المسلم. مما ينبغي أن نعلمه أنه إذا مات الإنسان المسلم يستحب أن يخرج إخوانه في جنازته، سواء كانوا أقارب أم لا، سواء كانوا يعرفونه أم لا يعرفونه، المهم أن يعرفوا أنه إنسان مسلم قد مات وارتحل من هذه الدنيا. يسن أن يخرج إخوانه في جنازته. لماذا؟ هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب ذلك. ألا ترضى أن يدخل الله هذا الإنسان الميت في شفاعتك؟ لا شك أن المطلوب من كل إنسان أن يتمنى على الله عز وجل أن لو أدخل عباده المسلمين جميعا في رحمته وكرمه، بل ينبغي للإنسان المسلم أن يطلب ويسأل الله عز وجل أن يهدي غير المسلمين إلى الإسلام حتى يدخلهم الله عز وجل في رحمته. أن ينبغي أن يدعو لسائر الناس، وينبغي أن يرجو لهم جميعا الرحمة، لكن رجاؤك الرحمة لغير المسلمين تعبر عنه، أي عن هذا الرجاء، بالدعاء لهم بماذا؟ بالهداية إلى الإسلام. ورجاؤك الرحمة لإخوانك المسلمين تعبر عنه بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا أمر ينبغي أن نعلمه جميعا. عندما يسألنا بعض الناس هل يجوز لنا أن نسأل الله الرحمة لإنسان علمنا أنه مات غير مسلم؟ نقول لا. يظن هذا الإنسان أن الإسلام يعلمنا الحقد أو يعلمنا الضغينة، والأمر ليس كذلك. الإنسان غير المسلم تطلب له الهداية وتسأل له الرحمة، لكن نظرا إلى أن الله عز وجل قد آل على نفسه ألا يغفر لمن مات وهو مشرك، ألا يرحم من ارتحل عن هذه الدنيا وهو غير مؤمن بالله عز وجل، نظرا إلى هذا فرحمتك بهذا الإنسان كيف تعبر عنها؟ تعبر عنها بهذا الدعاء، تقول: يا رب أسألك أن تهدي عبدك هذا الملحد، أو أن تهدي عبدك هذا المشرك،
حتى يؤمن بك. فإذا آمن تسأله عندئذ اللهم اغفر له ذنبه وأدخله في رحمتك. هذا مظهر واضح لرحمة الإنسان المؤمن بعباد الله عز وجل جميعا. فالمسلم ما يحقد على أحد أبدا، لا مؤمنا ولا كافرا، بل يدعو لهم جميعا. لكن كيف تدعو للمسلم وكيف تدعو للملحد أو الكافر؟ لا تقول وأنت تدعو للملحد اللهم اغفر له، هذا سوء أدب مع الله، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا قراره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو قلت لا يا رب اغفر له، ما معنى هذا الكلام؟ هذا عبارة عن مناقضة لقرار الله ومقاومة لحكم الله عز وجل، وهذا غير جائز، وهو سوء أدب مع الله عز وجل. لكن إن كنت رحيما به تسأل الله له الهداية، فإذا هداه استحق الرحمة. ومن هنا استحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إذا مات أخ لهم في الإسلام أن يهبوا فيخرجوا في جنازته، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ما ينبغي أن يكون هؤلاء الذين يخرجون في جنازته أقل من 40، أقل المراتب ينبغي أن يكونوا 40 حتى يبلغوا نصاب هذه الشفاعة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الذين يخرجون بجنازة هذا الإنسان أضعاف 40، يعني 40 من الناس؟ فالأمل في هذه الحالة قوي جدا أن يغفر الله له بأن يدخله في شفاعتهم، لكن على أن يكون بين هؤلاء الناس 40 شخصا لا يشركون بالله شيئا. وأعتقد أيها الإخوة أن هذا الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من أكبر البشائر التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. قال هذا الكلام ثم ندب عليه الصلاة والسلام المسلمين للخروج في جنازة أي إنسان مسلم. هذا الكلام يتممه ذاك. فنحن من هنا نتصور أنه ما من إنسان يموت مهما كان مسرفا على نفسه ومقصرا في جنب الله، أما تقصيره في جنب إخوانه فلذلك قانون آخر. لابد أن يوفى حقوق العباد، فإن لم يوفى حق العبد ومات الذي أخذ من هذا الإنسان حقه المعنوي أو المادي فالأمر معلق إلى يوم القيامة. يقف هذان الشخصان بين يدي الله، إن عفا عفا الله عنه، وإن لم يعف صاحب هذا الحق اقتص الله منه. هذا شيء لا إشكال فيه، لكن رحمة الله هنا تأتي من جانب آخر، لعل الله يلهم صاحب الحق أن يغفر، هكذا يكون. وقد مر بنا حديث في باب الرجاء أو قبله كيف أن الله سبحانه وتعالى يهيب بالعبد أن يتجاوز عن حقه الذي اقتنصه له أخوه، وقد ذكرنا في ذلك أكثر من حديث. الذي
نستشفه من هذا ان الله عز وجل جعل الناس شفعاء بعضهم لبعض كما قلت في درس مضى، في حين ان الرحمة في الواقع لا تأتي الا من عند الله، وانه لا يغفر الذنب الا الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل شاء بدقيق حكمته وباهر رحمته ان يجعل الناس اسبابا لمثوبة بعضهم بعضا، فيجعل الابوين سببا لمثوبة الاولاد، ويجعل الاولاد في بعض الاحيان سببا في مثوبة الابوين، ويجعل الناس بعضهم لبعض شفعاء. فها هو ذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح القاطع في هذا الأمر، أنه يجعل من 40 شخصا شفعاء لشخص مات مسرفا على نفسه مرتكبا للآثام والمعاصي. إذا عرفنا هذا، أفمن حق أحدنا أن يطمع بأن يجعل الله له من عباده شفعاء أم لا؟ أليس من حقنا هذا؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرني أنه إذا خرج في جنازة 40 رجلا ممن لا يشرك بالله شيئا فإن الله سيجعلهم شفعاء لي، يدخلني في شفاعتهم، ما معنى هذا الكلام الذي يقوله لي؟ هذا تطميع لي بأن أسأل الله عز وجل أن يدخلني في شفاعتهم. أكيد عندما أسمع هذا الكلام أدعو صباح مساء، اللهم إني عاص آثم مسرف على نفسي، فأدخلني في شفاعة الصالحين من عبادك غدا إذا مت، إنني أتوسل إليك بهم أن تجعلهم شفعاء لي. أهذا شرك أيها الإخوة؟ عجبا لمن يتصور أن هذا شرك، مع أن بشفاعة إخوان لك إلا لما أطمعك الله في ذلك. إنسان وقام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا أدخل جعلهم الله شفعاء له، لو لم يقل رسول الله عن ربه هذا الكلام. أفكنت أقيم وزنا لشفاعة هؤلاء الناس لي؟ أفكنت أوسطهم إلى الله عز وجل ليتوب علي؟ أبدا. أفكنت أتخذهم وسيلة وواسطة إلى الله كي يشفع لي بجاههم؟ إطلاقا. أنا أطرق باب الله، ولكن لما قال لي الله عن طريق رسوله هذا الكلام فقد أطمعني بعباده هؤلاء. اسمعوا هذا الكلام الدقيق أيها الإخوة، أطمعني بأن أسأله أن يجعلهم شفعاء لي. غدا ممكن لا يخرج في جنازتي هذا العدد، فأنا أقول يا رب ألهمهم أن يكونوا شفعاء لي فيخرج في جنازتي إذا مت، فأنا أتوسل إليك بهم وقد لفت نظري إلى أنك ستجعلهم شفعاء لي، أنا أتوسل إليك بهم أن تغفر لي وأن تجعلهم شفعاء لي. عجبا عجبا لا ينتهي ممن يشيح ببصيرته عن هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتصور
أن التعامل والتفاعل مع كلام رسول الله هذا شرك. أفكان رسول الله مشركا إذا؟ الإنسان الذي يتصور أن التفاعل مع كلام رسول الله هذا شرك، كأنه ينسب الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة رب العالمين أنه يوسط بعض عباده لبعض، وقد قرأنا هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ودلت على ذلك أحاديث كثيرة. العالم العامل بعلمه يجعله الله يوم القيامة شفيعا لأهل حيه لا لأهل بيته فقط، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما معنى هذا الكلام؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بس بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، أي أن الرجل الصالح إذا مات جعله الله شفيعا لذريته لأولاده، بشرط واحد، أن يكون بينه وبينهم جامع مشترك هو الإيمان، الإيمان الحقيقي بالله عز وجل. الأولاد عصاة، الأولاد ارتكبوا آثام، أسرفوا على أنفسهم، يغفر الله لهم، لكن إكراما للأب أو للأبوين، البري لا يقول سأغفر لهم، يقول سأجعل أبويهم شفيعين لهم. هذا تكريم، تكريم من الله عز وجل لعباده. هل هذا شرك؟ يعني الباري عز وجل وقد جعل بعضا من عباده وسطاء لبعض، فالباري علمنا الشرك بهذا؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي، ألم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ إذن كان من الممكن أن يهدي الله عباده جميعا بدون وساطة الرسول. هو يقول إنك لا تهدي من أحببت. طيب، إذن ما حاجة الرسل والهداية من الله؟ ما حاجة الرسل والشفاعة من الله والرحمة من الله؟ لا حاجة أبدا، لكن الله عز وجل شاء بباهر حكمته أن يجعل من الرسل والأنبياء صفوة يختارهم من بين عباده ليكونوا وسطاء بينه وبين عامة عباده، ولا حاجة إلى وساطته، لكن الله شاء أن يختار ثلة صفوة من عباده يجعلهم وسطاء في الرحمة، في الهداية، في فتح آفاق المغفرة بينهم وبين الله عز وجل. من هم؟ هم الرسل والأنبياء. فإذا كان رب العالمين جعل هذه الصفوة من عباده واسطة بينه وبين عامة الخلائق من عباده، أفلا نجعل نحن بدورنا هؤلاء الرسل والأنبياء واسطة إلى الله عز وجل؟ نفس الترتيب، الباري جعل من هؤلاء الرسل وسطاء إلينا، ولم يكن ربنا بحاجة إلى هذا أبدا. التفاعل مع هذه الحكمة الربانية كيف يكون؟ بأن نجعل نحن أيضا بدورنا من هؤلاء الرسل والأنبياء وسطاء إلى الله عز وجل. فأقول يا ربي، يا من جعلت محمدا عليه الصلاة والسلام واسطتك إلينا لمغفرتك ورحمتك، أسألك بهذه الواسطة بدوري أوسطه إليك كما
وسطته الي ان تجعله شافعا لي، ان تدخلني برحمتك بحرمته لديك بوساطتك اياه الي لنا. هذا منتهى التوحيد، هذا تفاعل مع نظام الله، مع سنة الله، مع حكمة الله، مع ربانية الله سبحانه وتعالى. ما أبعد هذا عن تصور الشرك، كيف يكون هذا شركا؟ وأعتقد أن هذا الذي أقوله واضح أيها الإخوة، لا يخضع لأي نقاش، ولا أجد أوضح ثم أوضح من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة. القبة هو البيت المستدير من الشعر، بيت شعر مستدير يسمى قبة أو خيمة بمعنى واحد. كنا نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ما معنى هذا الكلام؟ شرحه عليه الصلاة والسلام فيما بعد قائلا: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك، أي منذ أن خلق الله العباد إلى قيام الساعة، ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. بمعنى أن هذه الأمة بالنسبة للكافرين والجاحدين والمشركين الذين مروا قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قلة قلة، يعني أمة رسول الله بالنسبة للأجيال التي خلت حفنة صغيرة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي كم تلاحظون فرق ما بين الإصبع الوسطى والإصبع السبابة؟ هذا الفرق البسيط هو فرق ما بين بعثة رسول الله وبين قيام الساعة. فانظر إلى المسافة الماضية من عمر الدهر كم كانت. إذن هذه الأمة بالنسبة للناس الذين خلوا من قبل فئة بسيطة بسيطة جدا، يشبهها الله عز وجل في الضآلة والقلة بشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هكذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ومع هذا فإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. معنى هذا الكلام أن أكثر أهل الجنة هم من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النسبة تقتضي أن يكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أقل الناس دخولا في الجنة بالنظر إلى قلتهم بالنسبة للأمم السابقة. لكن هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام
إنما يريد أن يلفت نظرنا من خلاله إلى شدة رحمة الله بهذه الأمة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بهداية لم يتشرف بها كثير من الأجيال السابقة، وهذا المعنى في الواقع نلمحه ونجده عندما ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى انتشار الإسلام من بعده إلى يومنا هذا، ولا نعلم ما الذي سيؤول إليه الحال من بعد أيضا. يعني الإنسان قد يستشكل أيها الإخوة. طيب صحيح هذا عن أمة سيدنا رسول الله، لكن أمة سيدنا رسول الله قسمين، أمة استجابت وأمة دعيت فلم تستجب. وكأننا نرى أن الأمة التي دعيت فلم تستجب ربما كانت أكثر، لا سيما عندما ننظر في هذا العصر، انظر إلى أقصى الغرب، انظر إلى أقصى الشرق، تجد صحيح المسلمون مليار أكثر، زادوا على المليار، لكن هنالك أعداد كثيرة جدا من غير المسلمين أكثر من هذا المليار بكثير، ربما كان المسلمون ثلث العالم أو أقل. فكيف مع هذا تكون أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد شبهها رسول الله بشعرة واحدة بيضاء في جلد ثور كله أسود؟ كيف هذا؟ هذا يدلنا على شيء آخر. أنت ترى اليوم أمواج الضلالة تتدجى في شرق العالم وغربه، لكن ما أدراك بمصير هذه الضلالة؟ ألا تتوقع أن تتحول هذه الضلالة بين عشية وضحاها أو بين عام وآخر إلى هداية تنتشر في الآفاق؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل كما فهم كثير من العلماء على هذا. فلا تغرنك أمواج الضلالات التي تراها أو تسمع بها، فرب غد قريب يأتي وقد بلغك أن هذه الأمواج من الناس الضالين كلهم دخلوا في نطاق الهداية والإيمان بالله عز وجل. وهذا أيضا من خصائص أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والعالم أيها الإخوة يتمخض الآن، العالم يتمخض لا شك في هذا ولا ريب، يتمخض عن نتائج يفاجأ بها العالم، ولعل هذه النتائج ليست مما يرصدها السياسيون وليست مما يرصدها علماء الاجتماع وليست مما يرصدها علماء النفس، ولكن هذه النتائج يرصدها من ينظرون بنور الله عز وجل. هنالك حالة مخاض، وستعقب هذا المخاض ولادة، وستجدون أن هذه الولادة تتمثل في انتقال معظم الناس الذين يعيشون في الغرب إلى الإسلام، ستجدونها. وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن إذا نظرنا من الناحية الرياضية لابد أن يقع إشكال في هذا الكلام، لكن كيف يحل اللغز بهذا المعنى الذي أقوله لكم؟ وأذكر في هذا كلاما نقلته مرارا عن داعية من أكبر الدعاة إلى الله عز وجل في تركيا، شهد نهاية الخلافة العثمانية وأوائل عهد مصطفى كمال، اسمه سعيد النورسي، ولقب لشدة ذكائه ولعبقريته النادرة لقب ببديع الزمان. زاره مفتي مصر آنذاك واسمه الشيخ بخيت المطيعي، وسأله فيما سأل
ما رأيك بمصير الخلافة العثمانية وكانت في دور الضعف المتناهي ومآل هذه الدول الأوروبية؟ فقال له الرجل وهو من كبار الدعاة إلى الله وهو من الأولياء ولا نتألى على الله، قال له: الخلافة العثمانية حبلى وستلد الإلحاد يوما ما، والدول الغربية حبلى وستلد الإسلام يوما ما، ولا شك أنكم ترون أن شطر توقعه الأول قد تحقق، فقد كانت الخلافة العثمانية حبلى فعلا، وكان الجنين الذي يتخفى في داخل رحم تلك الخلافة حزب الاتحاد والترقي الذي كان أكثره من اليهود المتظاهرين بالإسلام، وتمت الولادة، وكانت الولادة كما قال بديع الزمان. واليوم يشهد العالم المخاض، وقد قلت هذا الكلام لمسؤول دبلوماسي أجنبي كبير، هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد اليوم سياطا كثيرة تهوي على ظهور الحضارة الغربية، ونشاهد مشكلات تتفاقم، البعض منها منظور ومرئي والبعض منها خفي. هذه المشكلات كلها هي في النتيجة وفي العاقبة سياط رحمة، وهي التي ستقود الغرب إلى الاصطلاح مع الله عز وجل وإلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. بقي أن نتبين نحن موقفنا اليوم وموقفنا الغد. نحن الآن نخب في ظلام، إلا من رحم ربك من الذين هدوا إلى الله وساروا على هامش الغربة معتزين بدين الله عز وجل، وهؤلاء يتكاثرون. لكن هنالك أعداد كبيرة من الناس ذكورا وإناثا يتيهون وسط ضباب من الظلام، ووالله إنهم لحيارى، ووالله إنهم لا يملكون قرارا، هم حيارى. ربما فاه أحدهم بكلمة تخيل إليك أنها تعبير عن قرار، أبدا، إنهم لحيارى. وإني لأسأل الله أن تنتهي هذه الحيرة بهم إلى هداية وإلى رشد وإلى إيمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى، وعندئذ تتجسد أمامنا حقيقة هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سنكون نصف أهل الجنة؟ نحن عبارة عن شعرة في ما يشبه جلد ثور أسود، والأمم التي خلت من قبلنا أجيال طويلة من الزمن لا نعلم حصرها ولا نعلم عدها إطلاقا، ولم يصح أبدا ما يعرف به بعض المتقولين من أن عمر الزمن 6000 عام أو 10000 عام، هذا كله كذب وافتراء، لا يعلم تاريخ الكون بداية ونهاية إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون هذا؟ كيف نكون نصف أهل الجنة ونحن كشعرة بيضاء، ونحن نرى المسلمين أنفسهم من هذه الأمة قلة؟ يكون ذلك بالهداية التي ستطفح بها قلوب هؤلاء التائهين اليوم. مصداق هذا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. كلام غريب هذا، يجعل أملنا في أن تعود النهاية إلى مثل ما كانت عليه البداية
أملا قويا جدا. وطبعا بداية الإسلام كانت بداية انتشار عظيمة جدا، وطأطأت الحضارات رؤوسها وذابت المدنيات في ضرام مدنية دين الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هو يدري، لكنه يفتح لنا آفاق رجاء من خلال كلامه، أي ستكون نهاية عمر الإسلام في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشبه ما تكون ببدايتها. مرة أخرى ستتهاوى الحضارات الجانحة وستتهاوى المدنيات المحطمة. قال لي أحد الإخوة الذين شاهدوا بعض أخبار التلفزيون في بعض المحطات اليوم، قال نقلت أخبار تلفزيونية حملة في أمريكا على المميسات، وهذا شيء ما أظن أن أحدا منا يتوقع، حملة في الشوارع المختلفة ضد المميسات، يجمعن ويصفدن بالأغلال ويرتحل بهن إلى مكان ما. من الذي كان يتصور أن أمريكا وهي التي تنادي بالحرية المطلقة تفعل هذا؟ ربما أوصت، ربما نصحت، ربما قالت، ربما ألقى بعض الناس محاضرات، لكن أن تجمع المميسات هكذا كما تجمع الجراثيم وكما يسعى الإنسان إلى تطهير مناخ من وباء، هذا لم يكن ليحصل ولم يكن يتوقعه الإنسان. لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الصوت الرباني الذي ذلت تحت وقعه العلوم والمخترعات والطاقات والقدرات وكل الحيل التي يملكها المغرب بقبضه وقضيضه، هذا الصوت الذي ذل تحت ضرباته هذه القدرات كلها هو الذي يوقظ الغرب اليوم. وأنا قلت بالأمس لعلكم سمعتم أن الغرب إلى اليوم لم يستطع أبدا أن يبحث عن أمل في اكتشاف علاج. والخطر الخفي الذي لا يتحدث عنه الغرب في بالنسبة لهذا المرض أشد بكثير من الخطر المعلن، بل الخطر الذي لا يعرفه الأطباء بسبب كثرة انتشاره بين الناس وصعوبة ملاحقته أخطر وأشد أيضا. فهو كالوباء الذي يكتسح ويجتاح المجتمع كله. طيب عندما يتأمل هؤلاء الناس أن العلم لم ينجدهم، أن الطب لم يفيدهم، أن القوى الحضارية المادية كلها لم تنجدهم ولم تجدهم بشكل من الأشكال، وتلفتوا خلال سنوات طويلة يمنة ويسرة وبحثوا 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 فلم يجدوا إلا منجل الموت. نعم يقتنص حياة الناس دون حساب. في هذه الحالة المنطق إلى ما يدعو؟ المنطق يدعو إلى هؤلاء الناس إلى أن يعيدوا النظر في حساباتهم، إلى أن يعيدوا النظر في تقويم حضارتهم، إلى أن يعيدوا النظر في علاقتهم الحقيقية مع الله. دينهم إلى اليوم دين تقليدي، دين ذرائعي كما قلت، لكنكم ستشهدون كيف سيتحول الغرب من الذرائعية إلى التعامل الحقيقي مع الدين، التعامل الحقيقي مع الدين. لكن مرة أخرى أقول ونحن
ما الموقف الذي اتخذناه؟ أما ينبغي أن ننتهي من مرحلة الميوعة التي رانت علينا؟ أما ينبغي أن تتبلور منا المواقف متطابقة مع المنطق مع العقل؟ أما ينبغي أن تكون كل فئاتنا من الجرأة بحيث يعلنون أن إسلامنا هو حصننا وأن ديننا هو الخلاص الوحيد الذي ننتظره ونلجأ إليه؟ هذه هي النتيجة التي لا بد أن نصل إليها. ولهذا الكلام بقية سأعود إليها، لكن أيها الإخوة قبل أن أنهي الدرس أحب أن أقول لكم أمرين اثنين. الأمر الأول، أنني قد أغيب يوم الاثنين القادم، فقط يوم الاثنين القادم عن الدرس، وموعدي وإياكم إن شاء الله يوم الخميس القادم. الشيء الثاني، مرة أخرى أوجه نصحا إلى أخواتنا اللائي يحضرن هذا الدرس. إما لهن أحد خيارين، إما أن يخرجن قبل الصلاة وبذلك يجدن الطريق أمامهن ميسرا، وإما أن يخرجن بعد السلام مباشرة، وأشترط أن لا يخرج أحد من الرجال إلى خمس دقائق حتى تكون النساء قد خرجن. أما الشكل الذي رأيناه في الأسبوع الماضي، هذا الازدحام الشديد بين النساء والرجال، فهو شيء لا يمكن أن يقر أبدا. وإذا كانت هنالك بعض الأخوات معهن إخوة أزواج أقارب، فبوسعها أن تنتظر، وبوسع زوجها أن يخرج هو الآخر إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة. نرجو أن ننظم هذا الأمر بهذا الشكل، والحمد لله رب العالمين.